الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخواني الكرام، هذا شرح متن التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات، مع التنبيهات على المسائل المهمات. هذا في علم وصول الفقه للشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. هذا المتن هذا ألفه الشيخ مشهور حسن في شرحه متن الورقات للإمام الجويني، وسماه بهذا الاسم الكبير. وألف هذا المتن أو طبع هذا المتن عدة طبعات. هذه الطبعة التي نشرحها هي الطبعة الأولى سنة 2005، تم طبعها سنة 2005 في دار الإمام مالك كما هو مدون هنا على الشاشة. وهنا نبدأ إن شاء الله في شرح هذا المتن، ونذكر مسائل أصول الفقه التي جاءت في هذا المتن، ونربط أصول الفقه بالفقه. لماذا يسمى علم أصول الفقه؟ لأنه لا يدرس الإنسان الفقه إلا إذا درس أصول الفقه. سوف نشرح أصول الفقه، وفيما بعد نذكر علم الفقه ونربط تلك المسائل بهذه الدروس الأصول التي درسناها هنا في هذا المتن. فكل علم في الشريعة الإسلامية مرتبط بغيره من العلوم، فكل علم مرتبط بغيره من العلوم، علوم الشريعة مرتبطة مع بعضها البعض، فلا ينفك علم عن آخر، لأن الشريعة متكاملة ومترابطة ومتناسقة. هنا ذكر الشيخ المقدمة وذكر فيها خطبة الحاجة، هذه كلها خطبة الحاجة التي كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبه. وبعض المؤلفين يستعملون هذه الخطبة في الكتب، والله أعلم لا يوجد عليها دليل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته يراسل الملوك والأمراء وكان يكتب، ولم يستعمل هذه الخطبة في كتبه، بل كان يستعملها في خطب الجمعة، وفرق بين خطب الجمعة والكتب. أما العلماء المعاصرين أصبحوا دائما يحرصون على كتابة هذه الخطبة في أول مؤلفاتهم، والله أعلم هذا مخالف للسنة. وإن شاء الله إخواني الكرام ينبهونني على هذا التنبيه كان صحيحا أو خاطئا. قال المؤلف الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده. لا أدقق كثيرا ولا أدخل في شرح في الكلام على اللغة العربية وشرح الكلمات بالتفصيل، كلمة وحرف إلى غير ذلك، فهذا ليس موضوعه. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى لا أنسى إخواني الكرام، فإن هذا الشرح وهذه الفيديوهات التي أنزلها لا تكون طويلة، إن شاء الله لا تتجاوز 10 دقائق بإذن الله، حتى الإنسان يستفيد، وحتى لا يمل الإنسان من سماع هذا الفيديو ومن الاستفادة بوقت قصير إن شاء الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم جاء بالآية الأخرى في خطبة الحاجة، هذه الخطبة أيضا نتجاوز هذه الآيات، وقال: أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فقط عندي هنا التعليق على هذا الكلام، هذا الكلام مهم، هذا كله مهم في هذا الذي يوجد في هذا المربع. لماذا هذا الكلام مهم؟ لماذا مهم؟ لأنه هنا يبين الشيخ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام أن أفضل
عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى وتكون مقبولة هذه العبادة، أنها تكون موافقة للسنة، موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يركز على العمل الموافق لسنته، فذكر هنا في هذه الخطبة فقال: إن أصدق الكلام كتاب الله، هذا معروف كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه الكلمة وهذه العبارة، هذه العبارة وهذه الكلمة تبين لك أن هذه تبين لك أن كل المعتقدات وكل الأفكار وكل المذاهب وكل الادعاءات وكل الأحزاب وكل شيء في هذه الدنيا، من سواء كان إنسان مسلم أو غير مسلم، يدعي أنه يحب الله وأنه يؤمن بالله وأنه معتقد بوجود الله، ولكن في قلبه ليس عنده هذا القيد أحسن الهدي هدي محمد، فإن هذه عبادته واعتقاده فهو مردود عليه ولا ينفعه يوم القيامة، لأن أحسن الهدي طبيعة وما جاء في الكتاب والسنة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فضروري أن الإنسان يركز في عبادته على الكتاب الله، أو هذا أول شيء، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء الثاني. فضروري الإنسان أن يركز على هذين الأمرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا فقط تأكيد على أحسن الهدي، هنا تأكيد فقط، هذا الكلام كله وشر الأمور محدثاتها فقط يؤكد أحسن الهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل وشر الأمور محدثاتها، أي شيء مخالف لهذه فهو محدث وجديد في الإسلام، وكل محدثة بدعة، وتلك الأشياء الأمور الجديدة فهي بدعة مردودة، وبدعة من البدعة الإصطلاحية وليس البدعة اللغوية. يوجد بدعة لغوية ويوجد بدعة إصطلاحية. البدعة لغة وهو الشيء الجديد، والإصطلاح ما أحدث في الدين من غير أمر سابق. فهنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم البدعة الإصطلاحية، والبدعة اللغوية يجوز الإنسان أنه يخترع ويبدع في هذه الدنيا ويأتي بشيء جديد في الـ في الـ في الـ في الأمور الدنيوية وليس في الأمور الشرعية. وحتى كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، أي الشيء الجديد، قصد بها الشيء الجديد، أي الشيء الذي جديد ولكنه فتجدد في صلاة التراويح، وأنه أحيا هذا الأمر عمر رضي الله عنه وأتى به من جديد ليعلم أنه كان من قبل موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط جدده وأحياه. ليس معنى البدعة هنا نعمة البدعة هذه في كلام عمر رضي الله عنه أن البدعة الإصطلاحية، وإنما المقصود به البدعة اللغوية. فصلاة التراويح هي بدعة بقول عمر رضي الله عنه من جهة اللغة، أي شيء جديد كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في وقت أبي بكر، ثم أحياها عمر رضي الله عنه. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين فهي ضلالة وهي انحراف وهي خروج عن هذا الأحسن الهدي المذكور هنا. وكل ضلالة في النار، أي كل ضلالة من هذه البدع فهو صاحبها في النار، فصاحبها يدخل إلى نار جهنم والعياذ بالله من نار جهنم. ثم قال الشيخ مشهور حفظه الله تعالى: وبعد. نتوقف هنا في كلمة وبعد حتى إن شاء الله لا نطيل الفيديو كما وعدناكم، فالفيديو يكون فقط 10 دقائق ليستفيد الناس، وإن شاء الله نواصل معكم الشرح في الفيديو الثاني، ونتمنى من الله تعالى القبول والإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.